من جانبه قال المحامي أحمد رسلان الذي يترافع عن عائلة أبو عيش أنه تم اليوم إصدار قرار من المحكمة في عكا لمنع أمر هدم الخيام. والمحامي أحمد رسلان ينضم إلينا الآن في بث حي ومباشر من عكا ليحدثنا عن آخر التطورات في هذه القضية. مساء الخير المحامي أحمد رسلان. مساء الخير أستاذ شحادي، لك ولجميع المشاهدين. نعم، بالبداية قبل أن نتحدث عن القضية، ما مصير العائلة؟ كيف ستقضي ليلتها يعني بدون الخيام بعد هدم بيوتها واليوم إزاحة الخيام أو هدمها؟ شوف عزيزي شحادي، يعني بداية أنا يعني يجب التأكيد بأنني استلمت تمثيل عائلة أبو عيش أنا يعني قبل برهة قليلة، يعني من تقريبا أسبوعين ثلاث بعد الهدم بيوتهم عمليا. فلذلك يعني عندما استلامي لهذه القضية ورأيت أنه عائلة أبو عيش يعني ذاقت الأمرين، كونها تعيش في هذه الأرض بمكانها قرابة 70 سنة تقريبا. فلذلك عندما استلمت هذه القضية وشفت أنه عمليا البيوت هدمت وكل القرارات اللي صادرة كانت هناك والوضع المأساوي اللي آلت له هاي العائلة، يعني أنا وضعت نصب أعيني بأن يكون هنالك محافظة على هذه العائلة في أرضها، لأنه أستاذ شحادي القضية مش قضية لا خيمة ولا بوايك كما يقال باللغة الفلاحية بالفلاحي، ولا خيمة ولا غيره ولا بيوت، إنما هي قضية وجود العكيين في هذه المدينة لحماية أسوارها. فلذلك اليوم تم استصدار، عندما باغتت السلطة، سلطة الهدم القطرية، عندما باغتت عائلة أبو عيش لهدم خيامها، كنا بالمرصاد واستطعنا ونجحنا أستاذ شحادي. نعم. في استصدار أمر بمنع تنفيذ قرار الهدم، كون هذا القرار لا يتماشى والقانون. نعم. لذلك يعني أستاذ شحادي أنت قل لي، يعني عمليا هنالك إصلاحات وهنالك محاولات إصلاحات وتعديل قضائي، الرقابة القضائية التي أصبحت هشة نحن رأيناها بأم أعيننا اليوم عندما صدر القرار القضائي وتم تسليمه إلى قائد شرطة أو قائد وحدة التنفيذ، يعني أخذ له 5-6 ساعات من شان يقدر يستهلك القرار. فلذلك عمليا مثل هذه العصابات عندما يعني حاولت نوعا ما تستكشف هل القرار، ما معنى القرار، ما يساوي القرار، قضائي إنما إداري، إنما من يعني يسيطر على من. فلذلك يعني كل هذه الالتفافات أستاذ شحادي أدت بالنهاية إلى يعني استمرار العمل الجبان من قبل المؤتمنين على القانون. ولذلك أنا أقول كالتالي أستاذ، هنالك أمر قضائي صادر وهو نافذ على القرار الإداري للهدم، وهذا القرار طالما أن الشرطة يعني حاولت أن تلتف عليه، وطالما أن سلطة الهدم القطرية أستاذ شحادي حاولت أن تلتف عليه، وهنالك من هرب، وهنالك من بطل يعرف يقرأ عبري، وهنالك من حاول يستغيث باستشارات قانونية من السلطات، فكل هذه المحاولات أدت بالنهاية إلى يعني عملية يعني استطراد ما قاموا به، حتى أنهم يعني عاثوا بالمكان فساد. ولكن يبقى بأن عائلة أبو عيش موجودة اليوم في الأرض، ما كان أمس مع عائلة أبو عيش بأنها على أرضها حتى لو كان في الخيام الليلة وظهرا ومساء، اليوم هم موجودين في نفس الأرض. وأستاذ شحادي أنا برأيي هاي قضية وجود. نعم. وقضية ولكن كيان، ولكن ما يقلق هو عدم احترام القرار القضائي أستاذ. السؤال، ماذا بعد ما حدث اليوم؟ يعني إلى أي مسار يمكن أن تصل هذه القضية أستاذ شحادي؟ يعني إن كان عملية إن كانت الخيمة يعني قد سقطت بعمل استفزازي، محاولة السلطة من وراء عدم احترام سلطة القضاء، وتعاملت بتخاذل مع السلطة الإدارية للهدم،
وحاولت أيضا دحض ما يسمى الرقابة القضائية على عملها. أنا برأيي نحن نتعامل مع جماعة اللي هن يعني متنفذين، هم يعني يتصرفون باسم القانون ويعملون بعكسه، ولذلك أنا برأيي عائلة أبو عيش موجودة. أنا برأيي عائلة أبو عيش هي لا تمثل قضية شخصية، إنما هي كما أسلفت تمثل قضية كل العكيين في مدينة عكا لحماية أسوارها، وهي تمثلني أنا وأنت أستاذ حادي وكل من هو عربي فلسطيني في هذه الدولة وكل من هو مستضعف. لذلك اليوم نحن ضحضنا وأصرفنا السلطات من عائلة أبو عيش، صرفوا إلى دنيا رجعة، وعائلة أبو عيش يعني ما زالت في أرضها تلملم جراحها مما تبقى من مما قامت السلطة عليه من عبث ومن فساد أستاذ شحادي. ولكن أنت تعلم بأن الأمور لن تنتهي هكذا، لأن الدولة تقول بأن هذه الأرض يعني ليست ملك العائلة وأنها يعني استولت على ملك عام. قبل ما أجاوبك أستاذ شحادي بس بدي أحكي كمان كلمة. أول شيء أستاذ شحادي منشان تعرف أنه عمليا لو أنا استصدرت أمر قضائي ضد إنسان وقام هذا الإنسان بإخلال هذا الأمر القضائي، فالقانون يعاقبه جراء تحقير القضاء. فنحن رأينا بأن الشرطة وسيادة القانون التي كانت موجودة اليوم في الأرض حاولت أن تلتف على القانون ولم تحترمه إلا بعد 5-6 ساعات. فلذلك أنا برأيي الإخلال في الأمر القضائي هو جريمة. نحن سنقاضي كل من المسؤولين، لن أقاضي عنصر شرطي هون أو غاد اللي هني عبد مأمور أستاذ حادي، ولكن أسماء المسؤولين من كل السلطات، إن كان دائرة أراضي إسرائيل، إن كان سلطة الهدم القطرية، إن كان شرطة عكا، إن كان كل العناصر من الوحدات الخاصة المدججة اللي كانت هنالك، أسمائهم موجودة عندنا. ولذلك يعني نحن سنلاحقهم قضائيا كل ما جرى به العبث اليوم وكل الأضرار الاقتصادية. نحن بصدد تقديم دعوة أستاذ شحادي يعني ضد الدولة لجباية كل ما يعني تعرضوا له عائلة أبو عيش. نعم. من نهب ومن فساد اليوم. ولكن أستاذ شحادي لسؤالك، عائلة أبو عيش استمرت يعني اليوم في التواجد على الأرض بحماية القانون، بحماية هذا القرار الصادر عن محكمة عكا من قاضية عظيمة جدا، يعني رأت بأن مثل هذا الإجراء الإداري بعيد كل البعد عن القانون المتعارف عليه. فلذلك عائلة أبو عيش موجودة من 70 سنة في هذه الأرض، وهي يعني وهي لها المكانة، مكانة المستأجر المحمي. يعني عمليا هذه الأرض اللي تدعي الدولة بأنها لها، أو أن المجلس أو أن الـ 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 الكنيسة تدعي، أو المجلس الملي الأرثوذكسي يدعي بأن الأرض المحاذية لها بأنها هي أيضا له، ولكن نحن نقول بأن عائلة أبو عيش من قرابة 70 سنة موجودة هناك، تدفع الأجار بشكل شهري، موجودة هناك، لها مكانة المستأجر المحمي، ولذلك لا يجوز التغاضي عنها. يعني الجماعة مش شفافين أستاذ شحادي، الجماعة موجودين، فلذلك الحقوق هي موجودة لهذه العائلة. حتى لو كانت هنالك يعني مكائد يعني بصفقات بيع أراضي، بمحاولات مصادرة الأراضي تحت يعني بيوت هذه العائلة، ولكن هذه العائلة ما زالت مستمرة بالوثائق التي تحملها. وهذه الوثائق يعني تؤكد بأن وجود هذه العائلة على الأرض هو قانوني. نعم. أستاذ شحادي، نعم، أريد أن أشكرك وأود أن ألفت النظر إلى أنه الباب مفتوح للتعقيب أمام كل الجهات التي ذكرت في هذه المقابلة إذا أرادت التعقيب على هذه القضية. أريد أن أشكرك المحامي أحمد رسلان المترافع عن عائلة أبو عيش من عكا، سنتابع هذا الملف معك ومع العائلة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا في بث حي مباشر من عكا. شكرا لك أستاذ شحادي، شكرا لك.